Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie très très importante. C'est la partie de la loi de Hooke. On a déjà défini le principe d'équilibre, qu'on rappelle ensuite. On a défini le principe d'équilibre. Là, nous avons dit deux forces à la nafs l'objet. ولازم يكون نفس الموديول دو سونس اوبوزي لحتى اقدر احكي عن برينسيب ديكيليبر و انا ديفينير لو برينسيب دانتراكسيون قلنا نفس الشيء بيكون عندنا بس بيكون عندي دو كور او دو زوبجي وكتير مهم اني انا ميز بين برينسيب ديكيليبر و برينسيب دانتراكسيون. اليوم حبلش بشي جديد اللي هو لوا دو هوك. هي بارتي مختلفة عن اللي قبل، بس في شيء بدنا نحن نستعين بالبارتي الاولانيه اللي خدناها لحتى نقدر نكمل بالوا دو هوك. من هو هوك؟ هوك هو عبارة عن عالم فيزيائي عمل الوا خاص من خلال استعمال الرسور. يعني أنا أول شغلة بدكم تبلشوا تحطوا لي إياها براسكم إنه الوا دو هوك أنا ما بستعمله إلا ما يكون معي رسور. أوكي؟ تعالوا نكتب كل الشغلات المهمة على جنب أنا وياكم. أول فكرة لازم تحطوها براسكم هون، شو لازم تحطوا براسكم؟ مجرد ما قلت هوك، فإذا أنا بدي يكون عندي شو؟ ريسور. إذا ما عندي ريسور أنا ما بقدر أصلا أحكي بالوادي هوك. يعني عندي كور على طاولة، عندي كور على سرفاس ريجوز، عندي فورس مانيتيك، عندي فورس إلكتريك، كلياته ما بينفعني إلا ما يكون عندي ريسور. قبل ما نبلش بالوادي هوك ونفهم عن شو بيحكي، إجباري نعرف نحكي عن أول فكرة اللي هي allongement du ressort. ressort عم بيمط. شو يعني allonger؟ بيمط. أوكي؟ طلعوا لي بهيدي الصورة. أول شغلة عنا إياها هيدا هو الرسور. هيدا رسور معلق مدندل. معلق شي فيه؟ لا، فاضي، ما معلق شي فيه. شفتوا لي هالرسمة؟ طيب اول شغله بدنا نعملها انه هالرسور الفاضي اللي منه معلق في شيء مدندل لحاله استله طوله طلع ال0. من هي ال0؟ هي لونغور للرسور، سوا ان رسور دو لونغور ال0. لازم ما يتقال 0، يعني هذه لونغور انيسيال للرسور. اول ما حطيته جبته وعلقته مثل ما هو كان طوله ال0. مثلا ال0 ايجال 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، قد ما كانت. انا ان جنرال عم بحكي طول الريسور ال0. دوزيام ايتاب، عندي ثلاث مراحل. تاني مرحله اون اتاش ان كور بار لو ريسور. مسكت كور ليكوه، طلعوا وين هو الكور؟ هيدا علقته بهالريسور. هي نفس الصوره، ايه يعني هون تنسوا انه هيدا موجود. هيدا الريسور مسكته علقت فيه كور، كيف صار شكله؟ رحنا على هي الصوره، صار شكل الريسور هيك. مش هني ريسورين، لا، نفس الريسور مسكته وعلقت فيه اوبجي معين فصارت رسمته بهالطريقه هيدي. فاذا اون اتاش ان كور اس بار لو ريسور. طب لما علقته كور الريسور ما بده يمط؟ بلا مط اكيد. قد ايه صار طوله؟ ليكو قد ايه صار طوله؟ صار طوله ال طول، بطل ال زيرو. يعني هون مثلا كان 2 صار هون 3، صار 4، صار 6، قد ما طول. يعني المهم بطل نفس الطول، هو مجرد ما علقنا الكور بده يمط. ف زادت اللونجر تاعته، لقي كيف طول، صارت اسمها ال. اوكي، طيب شو بستنتج انا؟ فاذا الريسور مط. شو يعني الريسور مط؟ دونك طلعوا لي بالدونك، لو ريسور ات الونجي. الريسور الونجي يعني مط، طول. طب تيجوا بتسالوني مدام كيف بدنا نعرف قد ايه طول الريسور؟ طلعوا لي بالرسمة، لوين كان الريسور بالأول؟ لهون. قد ايه كان طوله؟ ال0. جيت علقت فيه كور، مط. لوين صار؟ صار لهون. ليكو قد ايه مط؟ عفوا لهون. مط الريسور كل هالمسافة هو معلق فيه الكور، يعني مط هالشق فيها، صح؟ ليكي معلمتها أنا هون، مط هالشق فيه كان لهون هو. أنا هيدا الخط حطيته حدود الريسور كان لهون. بعد ما علقت الكور ليكو قد ايه نزل عن حدوده؟ مط هالشقفة. فإذا هو مط مسافة أنا بسميها يا أما بسميها إكس أو بسميها دلتا إل. شكل هي الدلتا إل هي المطة،
المطة لمطة الرسور قد ايه بتساوي؟ بتساوي من هون لهون ناقص من هون لهون بتساوي هالشقفة. يعني ال موا من هون لهون قديش كان معي اياها؟ ليكي كانت ال زيرو. فاذا ال موا ال زيرو ايجال دلتا ال. فاذا اول شغله بسالكم عنها شو هي المطه اللي مطه الرسور؟ هي دلتا ال. قد ايه بتساوي؟ لونجور فينال موا لونجور انيسيال. هيدا الفينال وهيدا الانيسيال. اوكي تعالوا نعطي اكزامبل صغير انا وياكم. هون كان عندي الليسور عنده لونجور افيد يعني لونجور انيسيال ال 0 ايجال مثلا خلوها 3 سنتيمتر. هيدا اللونجور ال 0 انتر بارانتيز عندكم على الدفتر يا بتسموه لونجور انيسيال او لونجور افيد. هيدي زيدوا لي اياها على الدفتر كتير مهمه بتجيكم بالاسئله دائما وهالسنه والسنه الجايه. بيقولوا لكم لا لونجور دو ريسور افيد هو مثلا 2 سنتيمتر. تعرف انه هال 2 سنتيمتر هي ال 0 فهيدا لونجور افيد. شو يعني افيد؟ يعني فاضي بدون ما اعلق فيه اوبجي. كلمه افيد يعني سان اوبجي بدون ما اعلق فيه شيء. اوكي سان اوبجي. تعالوا ناخذ اكزامبل. كان طول الريسور ال 0 ايجال 3 سنتيمتر. بعد ما علقت الكور طلعت لقيت ال صارت 6 سنتيمتر. طول الرسور كتير بلكن قديش اللونجور اللي مطت؟ قد ايه المطة؟ كلي اللونجور ده لونجمون بتقولوا لي دلتا ال ايجال في لونجور فينال مو لونجور انيسيال يعني 6 مو 3 ايجال 4 سنتيمتر. هيدي هي المطة دلتا ال هي 4 سنتيمتر. بقول هي ال مو ال 0 لونجور فينال مو لونجور انيسيال. فكرة كتير بسيطة. تعالوا نرجع نلخصها. اول شي بجيب ريسور افيد عنده لونجور انيسيال ال 0 برجع انا اتاش انكور علقت كور شاني اتاش علقت انا اتاش انكور بار لو ريسور. Le ressort devient de longueur L. Donc le ressort mat est allongé delta L. L moins L0. Très facile. تعالوا نمسك ريسور بالقلب. بدي اضغطه لهالريسور هالمرة بدي زمه بدل ما مطه. طلعوا لي بهالرسمة. أول شي جبت الريسور وقفته بهالطريقة على شي سيرفاس معينة. يعني لونجور افيد قد ايه كان بقلبه معلق شي كور؟ لا. فإذا هيدا هو طول الفيد لونجر افيد. هيدا هو لونجر انيسيال ال 0 قد ايه من هون لهون. رجعت ما قلت اون اتاش ما علقت يعني الريسور بالقلب هالمره. شو عملت فيه؟ حطيت كور على الريسور من فوق اومي ان كور على الريسور من فوق. شو عمل؟ لو كور في كومبريمي لو ريسور. شنو كومبريمي؟ كومبريمي يعني ضغط. اوكي ضغط le corps fait comprimer le ressort. ضغطوا للرسور. لكو كيف حطيته من فوق هالمرة بدل ما دندلو من تحت. لو دندلت الكور من تحت كان الرسور بده يمط. بس هون حطيته من فوق. لكو قد ايه زم الرسور؟ كان من هون لهون. طلعوا. لكو قد ايه زم نزل كل هالمسافة. صح؟ فهيدا كان ال L0. بعد ما حطيت الكور صار طوله L. لكو زم زغر. هالمرة زغرت اللونجور ما كبرت مثل قبل. طيب قد ايه صغير؟ صغر هالمسافه. كان لهون لهون صار من هون لهون صغر هالمسافه. يعني هيدي هي دلتا ال. شو بتساوي دلتا ال؟ تعالوا نشوفها شو بتساوي. دلتا ال بتساوي دايما نحن من نقص الكبير نقص الصغير. من الكبير هون ال ولا ال زيرو؟ ال زيرو هي الكبيره هالمره بالصدفه. هون كان ال هي الكبيره لانه مط. هون ال زيرو هي الكبيره هون انضغط صغر يعني صارت ال زيرو مو ال. فإذا الريسور زم هالقد مسافة يعني انضغط. فإذا حجمه طوله صغر يعني هون ما مات. بكون تقولوا زم عكس الحالة اللي قبلها. يعني هون ليكو شو عنوان الباراجراف؟ كومبريسيون. يعني ما بعرف كومبريسيون ضغط انه عم بضغط الريسور. هونيكي كانت الانجمون عم مطوا للريسور. لما مطيت وعلقت الكور من تحت دندل فطول الريسور.
هون حطيته من فوق فزم الريستور، صارت الدلتا قلب القلب. هونيك لكو كيف كانت؟ قال له مو ان زيرو، قال هي الكبيرة لانه مات. هوني من الكبير؟ هوني الكبير هي ال زيرو لانه كان طويل، حطيت كور عليه امزم فصارت ال زيرو مو ال. فاذا هيدي هون حالة الكومبريسيون دي ريستور. هيدي حالة شو؟ الكومبريسيون. واللي قبلها هيدي حالة اللونجمون دي ريستور. اوكي، ال مو ال زيرو، الكبير ناقص صغير، وهونيك الكبير ناقص صغير، بس هالمرة الكبير هو ال زيرو مو ال. فاذا بس تقولوا ريسور، تعالوا نلخص هوني انا وياكم على جنب، مجرد ما قلتوا ريسور عندكم احتمالين لهيدا الريسور. شو هني الاحتمالين؟ يا اما بمطوا اللونجي لريسور، او بزموا كومبريمي لريسور. شي مرة شفتوا لي ريسور عنده احتمالات غير هدول الاثنين؟ اكيد لا. يا اما بمطوا دندل بعلق في شي بيكون مات، او بضغط وبحط على شيء بيكون زام. اللونجي لو ريسور او كومبريمي لو ريسور. لما بعمل اللونجي قديش المطه بتكون؟ هي الانيسيال اللي هي الفينال اللي هي ال الكبيره لونجر الكبير مو ال زيرو. لما بزمه بيكون الكبير هو ال زيرو والصغير هو ال ال زيرو مو ال. اوكي، هذا كل شيء حكيناه. هلا تري فاسيل، هيدي معلومات عامة انه كيف هدول كتير مهمين لحتى نقدر نستعمل الوادو هوك. فاذا انا لا اقدر بلش بالوادو هوك، كتير ضروري اني انا افهم انه عندي حالتين من الريسور، allongement و compression. on peut allonger le ressort et on peut comprimer le ressort. طيب هلا طلعوا شو بدي اعمل هون. نوعا ما بلشنا بالوادو هوك بس على البطيء. اول شغلة بدي اياها منكم، بدي اعمل اكسبيريانس صغيرة. شو الهدف؟ البيوت تروفي لا تنسيون دو ريسور. شنو تنسيون تي؟ شو الفورس اللي بتنعمل على الريسور؟ هي تي. طلعوا لي، ما نحن حافظين انه التنسيون دو ريسور هي تي. انا بدي طلع هالفورس، طلعت المطه تاعته من شوي، هلا بدي طلع الفورس ذاتها. معلقه كور، طلعوا معلقه هون كور مثلا، فيه علقت هيدا الكور، وين الفورس؟ ليكي محل من اداء بالريسور، هيدي التنسيون دو ريسور. انا بعد ما طلعت المطه بدي طلع هلا مين؟ التنسيون دو ريسور. اوكي، تعالوا نحط الخطوات هون. اول مره بدي طلع اعرف طلع دلتا ال، هلا بدي طلع التي. فشو عملت؟ عملت اكسبيريانس صغيره. هيدي هي الاكسبيريانس، فيها كذا حاله. طلعوا فيني dans le but de trouver la tension du ressort، يعني هدفي طلع التي. شو عملت؟ اون رياليز اكسبيريانس سويفون، جبت ريسور ال L0، ليكو شو كتبت؟ لونجور افيد L0. ليكي وين ال L0؟ بس تقولوا افيد، بس تلاقوا ريسور منو معلق في شيء يعني هيدا افيد. طلعوا لي بهالرسمه اي وحده الريسور منو معلق في شيء، ليكو يعني هيدي هي ال L0. قد ايه اعطتكم اياها هالمره؟ 6 سنتيمتر. يعني عاطين اكزامبل مشان تسهل علينا اكثر. طيب انا لحتى طلع تنسيون قبل ما اعمل اي شيء، تعالوا نشوف شو عم بعمل بالاكسبيرينس. اول مره جبت كور علقته بالريسور، كان وزن الكور 20 جرام. رجعت بعد شوي قمت ل 20 جرام، حطيت كور اتقل 40 جرام. رجعت بعد شوي شلت ال 40 جرام، يعني انا هون نفس الرسمه. طلعوا باول فيديو جبت كور هون 20 جرام حطيتها، قمت الريسور. ليكو كيف صار؟ قد ايه مط؟ مط هالقد. رجعت بعد شوي قمت ال 20، ها امتى؟ حطيت واحد 40 جرام. ليكي رسمة. رجعت شلتها حطيت واحد 60 جرام. يعني انا كل مرة عم حط كور اتقل. انتو بدون ما تشغلوا عقلكم كتير دغري بتقولوا لي مجرد ما كبرنا الوزن الريسور بده يمط اكتر. انا هيدا الشي اللي بدي اشوفه بطريقة عملية. طلعوا لي باول وحدة كان اللونجور افيد قديش؟ كان اللونجور افيد ال0 ايجال 6 سنتيمتر. هيدي ال0 On attache un corps de 20 grammes. هالمرة حددت لكم الماس قد ايه تاعته. قد ايه مط الريستور؟ كان هون، لكم وين صار؟ صار هون. قد ايه مط؟ هيدي المطة.
شو اسمها المطة؟ الإلونغاسيون دلتا ال، هيدي اسمها مطة يعني إلونغاسيون، لازم تحفظ هيدي موكلي هي دلتا ال. اوكي فينا نطلعها ولا ما فينا نطلعها؟ شو حافظينها قبل نحنا؟ دلتا ال يقال ال مو ال زيرو، هيدي ال الجديدة هيك هي بعد ما علقت الكور، يعني على طول احفظوا لي ال هي بعد ما علقت الكور، ال زيرو قبل ما يكون معلق اي شيء فيه، يعني تجور ال زيرو بيكون الريسور لحاله، اما ال بيكون معلق في اوبجي، فهيدي ال وهيدي ال زيرو. اوكي يلا تعالوا نطلع الدلتا ال، انا هون سميتها ال ان لانه في كذا حاله، يعني هيدي اسمها دلتا ال ان. شو بتساوي؟ دلتا ال ان ايجال ال ان طويل مو ال زيرو الاقصر، يعني 9 سنتيمتر toujours la longueur en centimètres moins 7 centimètres يعني قد ايه بتطلع دلتا ال المطه الالونغاسيون 2 سنتيمتر. فاذا لما انا علقت ماس 20 جرام مط الرسور 2 سنتيمتر، صعبه كثير هينه. تعالوا نعمل الحاله الثانيه انا وياكم، يلا هالمره علقت هيدا، خليني اقيم الرسمه، خليها حرسم لكم هون رسمه ثانيه، هيدا الرسور ال زيرو كمان 6 سنتيمتر، رجعت هالمرة علقت اوبجي بقلبه قد ايه؟ 40 جرام اتقل من اللي قبله. يلا تعالوا نشوف كان هون صار هون قد ايه مط؟ قد ايه صارت ال هيدي ال زيرو هيدي ال ان ال دو، ويني ال دو؟ ليك 11 سنتيمتر. انا هون انا هالرسمة فصلت حطيتها هون لحالها، هيدي ال2 هيدي ال2 هيدي ال3، يعني كل مرة حالي شكل، فأنا حطيتهم جنب بعض. شو حيعملوا رفقاتكم هلا دغري؟ حيقولوا لي إنه ها عم بيقارنوها مع هي، لا ما يكون علاقة بهالرسمة، هيدي الرسمة ما يكون علاقة فيها بهالحالة، دايما بترجعوا للإنيسيال، من الإنيسيال هي البلد الصور، بتقارنوا ها مع ها، طلعنا دلتا ال تاعتهم، دلتا ال اه، هلا بدي أعمل ها بلا كور مع وحده كور جديد، هي معها برجع هاي الرسمه مع اخر وحده، يعني تجور اللي منو معلق فيها شيء بدي احكي عنها. اوكي فهون انسوا لي هذول الرسمتين، حطوهم على جنب، حكينا عن ها وها، طلعنا الدلتا ال اللي هي 2 سنتيمتر، هلا بدي احكي عن هيدي وعن الثالثه. فانا شو عملت؟ رسمت لكم اياهم لحالهم هون عشان ما تضيعوا بالرسمات. هيدي ال2 قد ايه معي؟ ال2 قد ايه معي؟ 11 سنتيمتر. يلا تعالوا نطلع الدلتا ال2، هيدي الدلتا ال2 شو بتساوي؟ 11 موان 7 صح؟ يعني 3 سنتيمتر. فإذا لما علقت اوبجي اتقل مط اكثر، هون كان 2 سنتيمتر هون 3 سنتيمتر. تعالوا نرسم الرسمة الثالثة، الثالثة مين؟ يعني هيدي ها مع اول وحدة، تعالوا نرسمها هون على جنب مشان ما نضيع فيهم، هي الرسور لحاله وهيدي لما علقت اوبجي قد ايه؟ 60 جرام هالمرة، اخر وحدة قد ايه مط؟ مط تريز، عفوا طوله صار تريز، هون كان 7 يلا كان هون صار هون مط هالقد، هيدي الدلتا ال تروا، يعني هيدي تريز هي ال تروا، يلا تعالوا نطلع دلتا ال تروا، تريز موان 7 يعني 6 سنتيمتر، يعني كمان لما علقت اوبجي اتقل اسا اكتر مط اكتر، فإذا صار عندي 6 سنتيمتر. شفتوا كيف عملت؟ فإذا عندي ثلاث حالات، أول حالة هي هي رسمة فيجور أن، هيدي 2 هي 3 هي 4، أول دلتا ال هي فيجور أن 2، عشان تتذكروا مين اخترت أنا، لما طلعت الدلتا ال 2 هون هي فيجور، اكتبوهم عندكم على الدفتر إذا بتضيعوا فيهم، أن 3 دايما الان موجودة لانه هي الانيسيال هي لونغور افيد، والتالتة هي الفيجور ان 4. هون بهالحالة طلعت الدلتا ال اخذت هي الفيجور، هدول التنتين مع بعض هدول، لما طلعت الدلتا ال 2 اخذت هي مع التالتة لانه حسب كل كور، لما طلعت ال 3 اخذت هي مع اخر وحدة. انا هون فصلت لكم الرسمات، هي اول رسمة ليكي
هي أول واحدة، تاني واحدة هي مع هي، وتالت واحدة تالتة قال هي هي كمان مع هي. أوكي طيب خلونا نرجع نعيدهم. أول شغلة فكرت فيها، أول شغلة كتير مهم تعرفوا شو عم بعمل أنا هلأ. جبت ريستور أفيد. أوكي جبت ريستور أفيد. شو يعني ريستور أفيد؟ ريستور أفيد يعني ريستور ما معلق في شيء. أوكي هذا ريستور أفيد ما معلق في شيء. جيت وعلقت في كور تقيل قد ايه وزنه؟ 20 جرام. يعني جبت هالرسمة مع هالرسمة. أوكي شو بدي أعمل؟ بدي أشوف قد ايه طول الريستور. كان قال 0 إيكال 7 صار L إيكال 9. قد ايه طول؟ يعني دلتا L هي من هون لهون، دلتا L. هون خليني أغير الخط. عايزة هرجع عيد. هون جبت اول رسمة ريستور افيد ما معلق في شيء، يعني هيدي ال زيرو. مجرد ما قلت ريستور افيد يعني ال زيرو. رجعت علقت في كور يعني صار عندي ال نف. جيت طلعت الدلتا ال بيناتهم هالقد مط كان هون، لك وين صار؟ صار هون. يعني هيدي هي الدلتا ال هيدي هي المطة. كيف طلعتها؟ ليكي رجعت شو اخترت؟ اخترت هيدا الريستور علقت في كور اتقل منه بشوي للي هو ام دو ايجال 40 جرام. يعني نسيت على هالفيجور ايمو عاونوشكم مشان ما تغلطوا فيها. يعني صار كان هون، ليكو وان صار؟ صار هون. يعني قدمت مات هيدي الدلتا ال دو، هيدي الدلتا ال دو 4 سنتيمتر. رجعت جبت هيدي الفيجور، بنرجع بننسى هي هي اخر وحده مع اول وحده. قدمت كان هون، وين صار؟ صار هون. يعني هيدي الدلتا ال تروى. شفتوها هيك بطريقة بتفهموا قصة أكتر؟ عم نعيدها بكذا طريقة. قد ايه بتساوي؟ ترازم وان سات توجور. لاحظوا سات 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 يعني توجور هي ال ام و ال زيرو، ال دوم و ال زيرو، ال تروام و ال زيرو. يعني اي لونجاسيون اي دلتا ال بدي اشوفها بدي قارنها مع مين؟ مع ال ال زيرو. وهون محل مني مع الاكور. اول مرة علقت كور ماس 20 جرام، تاني مرة علقت كور ماس 40 جرام، تالت مرة علقت كور 60 جرام. لاحظوا معي كل ما تقل الوزن كل ما مط الريستور اكتر. كان 2 صار 4 صار 6. يعني كل ما تقلت الكور كل ما مط الريستور اكتر. يعني شو لاحظت انا هون هلأ؟ لاحظت هون رمارك ماس اوغمانت. شو صار عندي؟ المطة كبرت دلتا ال اوغمانت. اوكي هيدا فيكم تقولوا ابليكاسيون عن الاول حالي الالونغاسيون بطريقه كذا اكزامبل. يعني انا استقصدت اعطيكم كذا اكزامبل لحتى تفهموا اكثر. هيدا اول اكزامبل، هدول الاثنين مع بعض. ثاني اكزامبل، هدول الاثنين مع بعض. يعني هيدا اكزامبل 1، هيدا اكزامبل 2. انا خايفه بس تضيعوا بالرسمات عشان هيك عم فصل لكم اياهم بهالطريقه. وهيدا الاكزامبل 3. يعني تجور اول وحده ما حدا معلق فيكم. اوكي هيدا اكزامبل 3. إذا هيدي الرسمة كانت 3 إكزامبلات بتخلينا نعرف كيف نطلع الدلتا L كل مرة. طلعت الدلتا L بكل هالحالات، بثلاث حالات كل حالة عم بغير الكور، كل مرة بجيبه أتقل من الثانية. فاستنتجت كل ما تقلت الكور يعني كل ما كان الماس أكبر، كل ما الإلونجاسيون مطت أكتر، صار عندي مطة أكتر، دلتا L كبرت أكتر. أوكي هيدي بريميركا. هل بريميركا انا ما فيني اعطيكم ديجام قال حتى تتأنوا تفهموا هدول كتير منيح. فانا برجع بقولكم هدفي طلع تنسيون دي ريستور، اسا ما وصلت لهدفي. اول مرحلة من هدفي اني طلع الدلتا ال بكل هالحالات طلعتها. اوكي هلا ديجام كا بكرة بدنا نحكي عنها اني انا بدي طلعت التنسيون تي، فما لح احكي عنها هلا، خليها لبكرة اذا الله راد للخميس. تتأنوا لي انتو هلا كيف تقدروا تطلعوا الدلتا ال، كيف تفهموا الرسمات مظبوطين، كيف تفهموا هيدا الكور، وان شاء الله حتلاقوه تري فاسيل. ميرسي.